الآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف لهذا اليوم. نبدأ بالوضع المعيشي والاجتماعي، والأخبار كتب فيها رضا صوايا ازدهار الأمن الذاتي. مقتطفات صغيرة من هذا المقال: تقديرات الاقتصاديين تؤكد أن منازل اللبنانيين تحولت إلى ميني مصارف تضم أكثر من 3 مليارات دولار بعدما فقد هؤلاء ثقتهم بالنظام المصرفي الذي سرق أموالهم. لذلك ازدهرت مع بداية الأزمة الاقتصادية تجارة الخزنات الحديدية التي زاد الإقبال عليها بنسبة تزيد على 40%. لكن مع اشتداد الأزمة وازدياد نسب الفقر، وهو ما يرافقه عادة ارتفاع في جرائم السطو والسرقة، لم يعد الحديد وحده كافيا لبعث الطمأنينة في النفوس. كثيرون اليوم يبحثون عن وسائل أكثر أمنا، وهو ما يشير إليه النمو الكبير في الطلب على أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وحتى شركات الأمن الخاصة. يضيف صوايا: تقديرات البنك الدولي تؤكد أن معدلات الفقر في لبنان سترتفع إلى 45% من عدد السكان، وأن معدلات الفقر المدقع سترتفع إلى 22%، فيما حذرت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا نهاية آب الماضي من أنه قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية عام 2020. هذه وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أننا مقبلون على موجة استثنائية من السرقات بعنوان صراع البقاء، وهذا ما يبدو جليا مع تكاثر أخبار السرقات التي تستهدف كل ما يمكن الوصول إليه من الأموال النقدية إلى شوالات البصل ورؤوس الماعز. يضيف صوايا في الأخبار: مهندس المبيعات في شركة كرم إلكترونيكس شربل رامز الحاج يشير إلى أن مبيعات أجهزة الحماية ارتفعت في الشهرين الماضيين بنحو 30%، فيما يؤكد مدير شركة بولاريس مارون نصيف نمو الطلب بنسبة 25% تقريبا. أرقام أخرى وتفاصيل أكثر في هذا المقال في الأخبار. إلى الرأي الكويتية التي كتبت نقلا، كتبت أنه مرت مهلة الأسابيع الثلاثة التي تحددها شركات التنقيب تقليديا للعثور على مخزونات من الغاز أو النفط من دون أن تعثر الشركة على مخزونات الشركة الفرنسية على مخزون الغاز الموعود في بلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية. ولتفادي الحرج، عمدت أوساط تعاون إلى التسريب للصحف المحلية ما مفاده بأن توتال عثرت على مخزون كبير من الغاز، وأن الشركة تمتنع عن الإعلان عنه في بيان صحفي عملا بالمبدأ القائل بالإعلان في وقت محدد لتفادي إمكانية الإثراء غير المشروع عبر شراء أسهم الشركة قبل إعلانها عن عثورها على الغاز. وعلمت الرأي الكويتية أن شركة نوبل أنرجي قامت بمجهود واسع لإقناع شركة شيفرون الأمريكية بشرائها، وأن عملية الإقناع هذه تخللها اعتقاد خبراء نوبل أنرجي أن بلوك 72 يحوي مخزونا لا بأس به من الغاز، وأن الدليل الأبرز يأتي من حقل غاز قرش الإسرائيلي المجاور. ولفتت الرأي إلى أنه يبدو أن المسؤولين الأمريكيين ألمحوا لنظرائهم اللبنانيين أنه على عكس البلوك اللبناني رقم 4، فأن البلوك رقم 9 يحوي مخزونا من الغاز، وهو البلوك الأخير والأمل الوحيد للعثور على أي طاقة في المياه الإقليمية. هكذا وافق اللبنانيون على ترسيم الحدود البحرية برعاية أمريكية. إلى الأنباء الكويتية التي كتبت نقلا عن مصادر عين التيني: طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من الحريري عدم الاعتذار، مشددة على دعمها للرئيس الحريري وتمسكها بالمبادرة الفرنسية أكثر من أي وقت مضى، وأعربت عن انزعاج الرئيس بري الشديد من تأجيل الاستشارات. إلى الجمهورية التي كتبت في المونشات نقلا عن مصادر متابعة للاتصالات خلال 48 ساعة الماضية التي سبقت موعد الاستشارات قبل تأجيلها، أن الحريري كان لديه حسابات تختلف عن الحسابات السابقة، حيث أن رأى أن التكليف لم يكن المحطة الكبرى إنما التأليف، وعليه فأن رفضه السابق بعدم قبول التكليف إذا كان هناك من قوى سياسية أو طائفية تقاطع الاستشارات، فاختلف هذا الأمر هذه المرة، وذلك في اعتبار أن البلد في مأزق، وأن التكليف لا يحتاج لا لميثاقية ولا لغيرها من الحسابات التي كان يتوقف عندها في السابق. وكشفت المصادر للجمهورية أن الحريري مستاء جدا مما حصل، لا بل زعلان، لكنه لم يتخذ موقفا فيما إذا كان سينسحب من هذا الترشيح أم لا. وهنا رجحت المصادر أن يمضي الحريري في ترشيحه، لكنها حذرت من مدة الأسبوع التي اعتبرتها عامل وقت سيء، كون هذه المدة الطويلة يمكن أن تدخلها عوامل ومتغيرات
المتغيرات، إذ إنه لو تأجلت الاستشارات لمدة يومين أو ثلاثة لكان الموضوع أقل صعوبة. نبقى في الجمهورية ومقال لعماد مرمل بعنوان عون وبسيل للحريري بدك تروق. لقد شعر عون وبسيل أن الحريري سيكتفي بالتفاهم مع الثنائي الشيعي وجملاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي وبعض الكتل الصغيرة لانتزاع التكليف من دون الأخذ في الحسبان طروحات الرئاسة والتيار وطريقة مقاربتهما لشروط التسمية والتأليف. وهناك في أوساط التيار ما يعتبر أن الحريري يبتز الآخرين سياسيا على قاعدة أنه المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة في ظروف اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة ولا تتحمل المزيد من التفريط بالوقت، مفترضا أن هذا الوضع الدقيق لا يعطي عون وبسيل أي هامش للمناورة أو لرفع سقف التفاوض. ثم إن لدى قصر بعبدة وميرنا الشالوحي شعورا بأن الحريري سيكون مستعدا عند التأليف لإرضاء الثنائي الشيعي وجملاط عبر اختيار أسماء منسقة معهم بشكل أو بآخر، بينما لا توجد أي ضمانات فيما خص طريقة انتقاء الأسماء المسيحية. وعليه لا يريد عون وبسيل إظهار أي إشارة ضعف أو إعطاء انطباع بأن الحريري يستطيع أن يكسر عليهما. وأمام كل هذه الاعتبارات ومنعا لاجتهادات في غير محلها، يبدو أن عون وبسيل قررا أن يبعثا عبر إرجاء الاستشارات رسالة إلى الحريري مفادها الآتي: بدك تروع علينا ولن ندعك تمسكنا من اليد التي تظن أنها توجعنا، لن نخضع إلى شروطك تحت ضغط الوقت الضيق والأزمات المتراكمة، وهناك أصول للتكليف والتأليف ولا يمكن التساهل حيالها، علما أن احترامها يساهم في تحسين التسمية ومنح الرئيس المكلف أوسع غطاء وطني ممكن. ثالثا، لم نفقد بعد زمام المبادرة ومعادلة الحريري بسيل باقية ما دامت هناك ضرورة لها. المطلوب خلال الدورة الثانية من امتحانات التمهيد للتكليف مراعاة حيثية المكون المسيحي الأساسي. إلى صحيفة الشرق الأوسط، لفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل للشرق الأوسط إلى أن كل ما يحصل لا يعدو كونه هرطقات دستورية، ولم تحصل التسمية حتى يعرف من سيصوت ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومن معه. ورأت أن سبب التأجيل كان واضحا وهو عدم تكليف الحريري، مؤكدة في الوقت عينه أن رئيس تيار المستقبل لن يعتذر عن ترشحه لترأس الحكومة وسيبقى يعمل لكل ما يخدم نجاح المبادرة الفرنسية وتحت سقفها. ولعدم تفويت هذه الفرصة، وعلمت الشرق الأوسط أن الرئيس عون اتصل بالرئيس إيمانويل ماكرون مبررا التأجيل بأنه سعي للحصول على تأييد مسيحي أوسع لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري. تفاصيل أكثر في الشرق الأوسط. نختم مع نداء الوطن التي كتبت فيها رندا تقي الدين: فرنسا عن تأجيل الاستشارات خبر سيء. مقتطف صغير. وصف مصدر في الرئاسة الفرنسية خطوة رئيس الجمهورية ميشيل عون بإرجاء الاستشارات أسبوعا إضافيا بالخبر السيء، لأنه يعني المزيد من التعطيل والعرقلة وضياع الوقت لتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المبادرة الفرنسية وإنقاذ إذن لبنان. تفاصيل أكثر تتابعونها طبعا في هذا المقال لرندا تقي الدين. تعليقا على كل هذه الأجواء السياسية، معنا مباشرة ناشر موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل. صباح الخير أستاذ سيمو. صباح الخير لعليك وللمشاهدين. يعني ما عم نعرف إذا العرقلة هي بطلب من النواب الأرمن أو هي ردة أو طلعة على الرابية لزيارة الوزير السابق النائب جبران باسيل، أو هو كما كتبت بعض الصحف مطالبة بوزارة الطاقة. ما هو السبب الفعلي لتأجيل هذه الاستشارات بحسب معلوماتك؟ يعني هي حسابات خاصة تعودوا عليها اللبنانيين مع هذا الفريق السياسي منذ العام 88، عندما كان الدمار وكان التهجير، الدمار والتهجير، وكان يعني عدم اهتمام. اليوم نحن في الواقع ذاته. اليوم هو الطلب انه التيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون عم بيتعاطوا مع الواقع كانه البلد بحاله رخاء، بحاله ازدهار. من هون في عمليه كباش مع رئيس سعد الحريري. هي طبعا مثل ما تفضلت وقلتي، هي عمليه انه يعني تفاهم معه قبل التكليف لحصول على مطالب الحكومه، منها وزاره الطاقه ومنها يعني طبعا بعض الشروط. هي الامور محصوره بهذا الجانب من السياسه الخاصه اللي هي اساءت الى لبنان ودمرت لبنان واقتصاده. نعم،
من هلأ لجمعة معقول في شيء يتغير؟ يعني في حال لم يزور الرئيس الحريري النائب جبران باسيل، رح نبقى هيك؟ ما بقى رح يصير في تكليف؟ في كلام انه مش قادر يزوره. يعني اليوم رئيس رئيس الحريري انه كلف فريق نيابي جال على القيادات السياسيه كلها سوا، والموضوع اذا بده يفتح هذا الباب بده يرجع يعمل جوله على كل القيادات السياسيه. الفكره مش مطروحه من هون، هي انه الامور رح تبقى بهذه الوتيره، يعني عدم زيارات وعمليه ترقب للاستشارات المقبله، في ظل طبعا انه عمليه تردي اقتصادي وانهيار يعني متزايد. بس انه يصير في لقاء اليوم الرئيس الحريري حسب انا معلوماتي مش قادر. ليش؟ لانه اي لقاء جانبي بده يعطي انطباع بانه في اعاده انتاج للتسويه واعاده تفاهمات كان رفضوها الناس ب 17 تشرين. يعني اليوم عم بتطل الرئيس الحريري على قاعده انه هو استقال تجاوبا مع الناس، عم بتطل على قاعدة أنه صار في سنة تجربة بالبلد ما عطت نتيجة بين رئيس حسان دياب والرئيس أديب، أنه هو الرئيس الطبيعي كون عنده الحضور والقدرات والعلاقات الدولية والحيثية. من هنا هو طارح حاله على قاعدة الإصلاحات، اعتماد الإصلاحات اللي ذكرتها المبادرة الفرنسية. هودي كلهم في ناس قبلتهم، إنما إذا عمل لقاء مع النائب باسيل راح يعتبروا الناس انه في عمليه تسويه وصفقات، سيما انه بالماضي هيك كان الواقع. من هون انه هي قدام مرحله جديده، التيار يتعاطى معها على قاعده لافي اون روز بالبلد، انه ما في شيء تغير، عمليه حسابات شخصيه، عمليه تقويه نفوذ باسيل، عمليه عدم تقدير من رئيس الجمهوريه اللي هو كان مفترض يستمر بالاستشارات. هذا الموضوع طبعا عم بيرتب تداعيات على الواقع اللبناني وعلى الشعب الجائع. هل هناك معلومات عندك ما إذا كان هذه العقد ستحلحل بطريقة ما، ولا من طريقة حكيك يعني نحن رايحين على تأجيل للاستشارات إذا مش إلغائها بظل الوضع القائم؟ طبعاً أنه عملية ممكنة أنه تصير. السؤال أنه بعد مرة تانية ممكن، يعني اليوم مدام ما بيّن اليوم أنه التأجيل بعده أقدامي، ما بيّن أنه مثلاً اليوم الثنائي الشيعي، يعني نحن ما حكينا بالتشكيل، بين مثلا انه حد هلا رافض، وانه تنقول ايران رفضت انه يتجاوبوا مع تشكيل، بالعكس حتى في اصرار من الرئيس بري يعني على هيك بقول انه ما بينت. يعني بين العقده هي عقده حسابات خاصه مرتبطه باداء سياسي دمر البلد ويستمر في هذا المنحى. هلا هون على رئيس الجمهوريه ان هو كمان يستطيع ان يخرج من هذا الاطار ويترك الامور تاخذ مدارها ويتم تكليف رئيس حكومه ويحدد استشارات. هذا يعني هذا حق دستوري وواجب دستوري بالوقت ذاته. نعم، يعني حتى مع وضع رئيس الحكومة أو تحديد الاستشارات، الرئيس الحريري حسب البوانتاج اللي كانوا عم ينحكى فيه بيطلع بس بدون القوات والتيار الوطني الحر، وهذا يعتبرونه ضرب للميثاقية المسيحية. ما في شك انه القوات اللبنانيه والتيار يعني عندهم يعني حاله تمثيليه واسعه بالبيئه المسيحيه، انما راح يكون في عدد مؤيد، انما هذه الصيغه صار فيها اجتهادات. يعني مثلا وقت انتخاب رئيس ميشيل سليمان كان الكلام انه حيثيته المسيحيه انه ما عنده تمثيل مسيحي، وقت اختيار رئيس حسان دياب كان الكلام انه فاقد للحيثيه السنيه. يعني الرئيس بيري اليوم قوي بحيثيته الشيعيه، رئيس الحريري انه هو بهذه التوازنات قوي بحيثيته السنيه، من هنا هي متوفره، الا انه طبعا هذا الموضوع خاضع للاجتهادات ويعني نتلاعب فيه وفق المصالح. انما انا عم برجع اقول انه يعني الحيثيه السنيه مؤمنه اضافه الى اخرين. طبعا ما في يعني غطاء مسيحي واسع، انما في بحدود 16 نائب. يعني ممكن كمان في كلام اخر انه المسيحية تستكمل بجلسات الثقة بتشكيل الحكومة. إذا يعني من هون الكلام عن هذه الميثاقية هي عملية يعني تقويض لعملية التكليف من قبل التيار والرئيس عون لإبعاد الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة المقبلة. في ظل هذه المعمعة اللي بعد ما فتنا فيها بالتأليف، يعني وبحسب بعض مصادر تيار المستقبل كان بيعتقد الرئيس الحريري انه ما رح يوقف، المشكلة هي مش بالتكليف هي بالتأليف، هل معادلة باسيل الحريري ما زالت موجودة؟
بعدها موجوده. اولا في مفهوم عند الرئيس عون انه عوده الرئيس الحريري لوحده الى السلطه دون بسيل يعني سيكون هو يعني انه فاقد حضور قوي داخل الحكومه، ويعتبر بانه عوده الرئيس الحريري دون كمان النائب بسيل معناه انه بسيل هو مرتكب، وفي حين انه الرئيس الحريري هو يعني غير مرتكب. في هذه المعادله يعني متمسك فيها، ويعتبر انه طريق العوده يعني للرئيس الحريري يجب ان تحصل على موافقه بسيل ليتم تحديد استشارات وتكليفه. في بعض المعلومات بتقول انه الوزير بسيل ما بده يرجع، يعني ما بده يكون بالحكومه اساسا. في كلام فرنسي انه بسيل يعني نائب بسيل متجاوب الى حد ما بهذا الموضوع، بس بعد ما بين يعني بعده هو يعني كلام طارح الاطار، لانه بعد ما انحكى معه بين يعني حاطط مثل ما بيقولوا مي بالمبيدات وغيق شوي. البعض بيقول انه هذه القصه يعني مش مطروحه، الا انه كمان مطروحه النقطه يعني مطروحه عفوا، بس هي نقطتين، في هو النقطه اللي عودته والنقطه اللي هي يعني وجود التيار بالحكومه او ممثلي التيار بالحكومه شو دورهم. هذا هو اللي بده هو يبحثه ويأكد عليه من اليوم انه انا شو باخذ بالحكومه. عنده هو حسابات بالكهرباء، عنده حسابات بعده مصالح يعني مؤسسات، من هون بده يأكد عليهم من خلال انه ينتزع موقف من سعد الحريري بهذا اللقاء الذي يتجنبه سعد الحريري. نعم، رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين، شكرا لك سيمو أبو فاضل، كنت معنا ضيفنا هذا الصباح ضمن فقرة الصحف.